السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة، أول حاجة نمشي نشوف الحاصل في الميدان، لأنه في ناس دايرين اطمئنوا، احنا قاعدين نطمئنك، نقول لك الميدان فوق، شو بنوديك، بنقول لك الحقيقة، يعني ما بندس منك ولا بنحكي لك حاجة ما حاصل، نقول لك الحاجة الحاصلة. الليلة كان في شغل قطع طيران في مناطق كثيرة، شغل طيران وشغل تقدم. الطيران اشتغل في مناطق كثيرة ومناطق مهمة جدا، تجمعات تعد ينجويد، في مجمعات، في تجمعات جايين فزع، جايين على الخرطوم، في تجمعات بيجمع فول لسه ما تحركوا. الطيران اشتغل حوالين، أول حاجة كانت مبادر واشتغل في الطواحين حمرة الشيخ، كمية بهناك، يعني تجمعوا الجنجويد وعندهم مخازن تشوين، الطيران بينزل في الخلا، بينزل في أي مكان، بينزل في أي مكان بودوا حاجات للجنجويد. الطيران اشتغل في المناطق دي، في مبادر وفي الطواحين، مناطق دي كلها اشتغل فيها طيران. اشتغل في مليط، كانت في مليط. اشتغل قبل أيام النيل الأبيض جوز البيض، الليلة 25 تاتشر هناك، اتجمعوا ومشى زارون كبيرة منهم، يعني شغال، ما واقف الطيران، شغال. أي تجمع للجنجويد في مكان الطيران زاره، أي مكان فيه جنجويد الطيران زاره، أي منطقة شكك ساي أنه حوالي الطيران زاره، يعني الطيران كان مغطي مساحات واسعة من السودان، أي منطقة فيها جنجويد أنت بتخيل لك الطيران زاره. قوات يعني ناس بيقعد 25 20، أقصى حد ممكن تلقى 30 عربية، وال30 ذاتهم ما بكونوا كلهم سناي ودوشكا، بيكون فيهم عربات مدنية. معناتها الناس دي شنو؟ مكنتهم قلت خلاص، خفت المكنة، بقت خفيفة. زمانك بنتكلم في 200 وفي 60 وأقل حاجة 90 و100 120 تاتشر، متحرك 300، متحرك 500، متحرك 200، متحرك 300. الآن ما في كلام زي ده، الآن بيجمعوا لما انقلبون انقطع ما بتم لون 20، لو خلاص بالغوا جمعوا كمية من كل المناطق ما بفوتوا 30 تاتشر. ليه؟ لأنه خلاص دي الخواتيم 90%، احتمال 10%، وحتى العربات ما عندهم عربات كافية، ناس قاعدين لهم في بيوت، قاعدين لهم في سطوح بتاع عمارات، قاعدين لهم جوا، قاعدين ويحسوا خلاص هو حينتصر. ده الباقي، لكن الطيران اشتغل في مناطق، حتى اشتغل في تنبول، اشتغل مناطق كثيرة اشتغل فيها، وكذلك نفس الشيء شغالة أمور طيبة. أمس حكيت لكم بالمنطقة، بالنسبة للغرف بتاع السنار الناس دي شغالة، حتى الجزيرة بتاعت مدني شغالين طيران، في ارتكازات في مناطق، في قوة متجمعة في اللنغاز، وين اتجاه مدني بهناك عاملين كماين، يدقوا الطيران دقاون. في حاجات انت ما عارفها، وفي حاجات انت بتشوفها بتعرفها. انت احتمال دول يدق لك من منطقتك في مدني يقول لك والله ما عندنا الجنجويد، قال له، لكن انت ما عارف الجنجويد قال له مشى وين، انت بس المعلومه اللي عندك انه الجنجويد الان في مدني ما في، عليها انت بتبني. يلا يا الجيش، الجنجويد ما في، همشي. لو الجيش بيسمح كلامك، الجنجويد قاعدين في الكنابي في اللنغاز، وين عاملين كمان بهناك، قاعدين حارسين الجيش. المعلومة جاتك دي، الجنجويدي قاصد يوصلها ليه، وقاصد انها انت تحكسها للرأي العام وتحكسها للجيش انه الان ما في حاجة، عشان الجيش بتاعنا يتقدم، عشان الجنجويدي يقول يا سلام وصور ليك وقبضناه وسويناه والمعاملة كيف. احنا هنا لا بنضغط في جيشنا ولا بنقول ليه تقدم، ولو جانا تلفون من مدني وصور لنا فيديو لايف من جوا مدني قال لنا مدني فاضية، ما بنقول للجيش يتقدم، لأن هذه ما مرحلة بتاعت كذب، وما مرحلة بتاعت طلس، وما مرة احنا ما شايفين. بالنسبة لسنجا الأمور ماشية زي ما قال الكتاب، الطيران اشتغل هنا والجيش يتقدم، وصل احتمال جوه خط ستة، احتمال جوه خط ستة هو الجون، جيش الدندير هو الجون، والله هو الجون، والله ما تضيع، لأنه لو ربطنا العيون بجيبها القصة انتهت بهناك. في غرة السكر والمناطق نظافة تقيلة، نظافة تقيلة. أنا أديك أنه خلاص سنجا بيقت، في ناس طلعوا من سنجا
طلعوا من سجة ديل متعاونين، فيهم بنات وفيهم نسوان، طلعوا مشوا بوين؟ مشوا بالحواتة. الليلة الكلام ده عارفين انه الجيش جاي، طلعوا الليلة وطلعوا وماشين، اساميهم مرفوعة، اعمارهم مرفوعة، صورهم مرفوعة، لكن للأسف مروا من الارتكاز بتاع الجيش. الآن جوا الحواتة وما حيقعدوا في الحواتة، حيكونوا دخلوا القضارف. الكلام ده حقيقة، اللي بقوله لك ده حقيقة. أساميهم معروفة من سنجة، كانوا متعاونين، فيهم مرة وفيهم واحد معاه واحد ومعاهم بنات، مشوا طلعوا وجابتوا لحد قريب الحواتة عربية بتاع الجنجويد، ونزلوا منها وعبروا وطلعوا مشوا، والآن دخلوا على الحوات، واحتمال يكونوا مشوا على القضارف. احنا بيناتنا الوسخ، والله بيناتنا الوسخ. لو قلنا لك احنا والله بيناتنا وسخ، وسخ مبالغة. ناس قاعدين مع الجنجويد معاهم، وقاعدين معاهم الفترة دي كلها، يا دوب طلعوا الليلة ومرفوع أساميهم ومرفوع صورهم، لكن ما قبضوهم، لكن ما قبضوهم، دخلوا بالحواتة، دخلوا بالحواتة، والوصلت عربية بتاع الجنجويد، ودي الحقيقة. أساميهم عندنا وحيتقبضوا، والله إلا كان تطير وحتتقبضوا، والناس الفكاكم ديل حيتقبضوا، والله لو لواء لو فكاكم البرهان، الفريق البرهان حتتقبضوا، والله لو فكاكم البرهان حتتقبضوا. أسمعوا الكلام ده كويس. شفت لو البرهان اداهم تليفون قال لهم خلون ديل، والله تتقبضوا ببرهانكم. ما نحن حالفين غسم البلد دي بتنضف بتنضف، والله بتنضف بتنضف. لو بقيت بقيت ما بقيت، لو شفت فريق قسما بالله ينظف البلد دي منك، وقسما بالله لو كنت فريق البلد دي بننظفها منك، قسما بالله العظيم ده عهدنا. البلد دي ما بيعيش فيها فاسد. يعني انت فكيت الناس دي الارتكاز اللي دخلوا به معروف، فيه فلان وفيه فلان وفيه فلان، راس ابوك لو كنت منو ما كنت، لانك انت عشان قريشات تدخل لك جنجويد عديل، وهم ذاتهم قالوا دخلنا فرحانين فرحانين، قالوا دخلنا وعارفين نفسهم جنجويد وخايفين، لكن كانوا مشترين ناس، كانوا مشترين ناس. انت قايل نفسك حتطلع؟ ما حتطلع. احنا بنقول لك البلد دي انت بتشوف انه الناس مشغوله ودبي هنا والبلد ما، لا والله الناس واعيه وما سكرانه ولا محششه، متابعين دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه، متابعين السودان كله. قدمت عشان العميل، قدمت عشان الوطن يتبني صح. لما انت شايل بندقيه ولابس شرف الدوله وقاعد لك في ارتكاز وبتمشي لك جنجوين، معناته لانك انت ما راجل، لانك انت ما راجل.